تعالوا نقول المقادير بتاعت المسقعة بالبشاميل. هي مكونة من 3 أجزاء، أول جزء اللحمة المفرومة، ودي معايا لحمة مفرومة وصلصة كرفس وبصل، هدخل معاهم مشروم وجزر، وهدخل معاهم ريحان. تاني جزء هو البتنجان، البتنجان ده قطعته وحطيت عليه زيت زيتون وملح وفلفل ودخلته الفرن، طلع بصوا زيه زي المقلي بالظبط من غير كل كمية الدهون اللي بيشربها وهو بيتقلي. طيب فاضل معانا ايه؟ فاضل معانا البشاميل. البشاميل بتاعنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن مكعب زبدة او مكعبين زبدة، معانا كمان دقيق ابيض معلقة، ودقيق حبوب كاملة كمية اكبر شوية معلقتين، معايا شوربة فراخ ولبن خالي الدسم، كل ده بدرجة حرارة الغرفة. اللحمة هنحط ايه؟ معلقة زيت زيتون. بصل، وبعدين بقية المكونات. انا عايزة الخضار ده كله يدخل فيه خليط اللحمة بتاعي. فهتبقى وجبة مشبعة جدا. طيب اول ما ابتدى يدبل كده وياخد لون حلو هنزل عليه باللحمة. طيب انا هتبل بقى اللحمة بتاعتي او العصاج او اللحمة المفرومة اللي هحطها في المسقعة بالبشاميل بايه؟ بملح وفلفل وبهارات لحمة ان وجدت، بس كده. اول ما تبتدي اللحمة تدخل في السوى هنزل عليهم بالصلصة بتاعتي، وكده بقى معايا لحمة مفرومة جاهزة بالصلصة تدخل في صينية المسقعة بالبشاميل. طيب تعالوا بقى نعمل مع بعض، نبتدي نعمل مع بعض ايه؟ البشاميل بتاعنا دي على نار وسط سايباها بتستوي بهدوء. طيب عشان اعمل البشاميل بتاعي انا محتاجة ايه؟ محتاجة يبقى معايا الزبدة والدقيق جاهزين. عادة البشاميل بيتعمل بزبدة بس، انا هنا عشان اقلل نسبة الزبدة اللي هستعملها هحط زبدة ومعاها شوية زيت، اي نوع زيت انتوا تحبوه. وفي الاخر عايزة اقول لكم انه برضو هيبقى كمية الدهون اللي مستعملينها هنا اقل من البشاميل العادي. هنزل عليها بدقيق الحبوب الكاملة، وايه اخليهم يتحمصوا مع بعض. هسيبهم بقى يتحمصوا مع بعض. انتوا لو خدتوا بالكم انا في المقادير كاتبه لكم ان احنا هنستعمل دقيق ابيض ودقيق حبوب كامله، انا لسه ما حطيتش الدقيق الابيض اهو، ومش هحطه كله، وتقدروا تستغنوا عنه لو عايزين. انا شلت الحله من على النار، بصوا انتوا اي كمية سوائل دلوقتي هتنزلوا بيها الدقيق هيشربها. فانا هنزل تدريجيا وايديا فيها، لو بطلت اقلب هيكلكع مني. طب لو حطيت كمية السوائل كلها مرة واحدة برضو هيكلكع مني، فمهم ان انا اشتغل هنا ايه؟ بالتدريج. بصوا اللحمة بقى لونها ازاي حلو. دلوقتي هنزل عليها بالصلصة، بس هضيف الاول اللبن واقلبه كويس واسيبه يتقل بقى على نار ايه؟ على نار وسط. تعالوا بقى ايه؟ نزود الصلصة على اللحمة. هنا تقدروا تستعملوا اللي انتوا عايزينه، عندكم عصير طماطم تقدروا تستعملوه، عندكم صلصة برضو تقدروا تستخدموها. خلاص هتاخد مع اللحمة غلوة، وهبتدي اعمل رقات من البتنجان واللحمة
والبشاميل. البشاميل ممكن ياخد من 10 ل 12 دقيقه على النار لحد ما يتقل، فانا مجهزه شويه تانيين جاهزين. تعالوا ايه، طيب هاخد بقى ايه شويه بشاميل تحت. وابتدي احط لايرز او رقات زي ما انا عايزه. انا هبتدي ايه احط بتنجان وافرد كده البشاميل اللي انا حطاه تحت. وبعدين اخد شويه من اللحمه كده كده هي هتكمل سوا لسه في الفرن. بصوا بعدين ارجع اخد شويه من البشاميل بتاعي. القوام بقى بتاعه اتحكموا فيه، بس ابقوا عارفين انه زي البشاميل العادي كل ما بتسيبوه كل ما ايه بيتقل اكتر. ده انا عاملاه من شويه فابتدى يمسك نفسه. حط ايه، انتوا شايفين كميه البشاميل اللي انا بحطها؟ انا مش بغرق الصينيه بشاميل، انا يا دوبك بحط بحيث ايه يبقى الطعم موجود، بس مهما كنا عاملينه صحي هو لسه نشويات ودهون، والميكس بتاع النشويات والدهون ده مش اظرف حاجه لجسمنا، فاحنا عشان ما نبقاش حارمين نفسنا بنعمله بطريقه صحيه اكتر. لكن خلوا بالكم احنا بنعمله باعتدال، يعني انا ايه مش بغرق مش مغرقه الصينيه بشاميل. ولو عايزين تحطوا شويه زياده سيبوا شويه ان انتوا تحطوهم على الوش.